هذه الندوة الصحفية هو عدم مصداقية وشفافية التمثيلية المزيفة للمأجورين والمنادب العمال وممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المغرب. نحن أمام ازدواجية المعايير وحقيقة التمثيلية النقابية المفترى عليها، لأنها علاش؟ أولا لابد من تقديم مجموعة ديال الملاحظات والتساؤلات وتوجيه رسائل إلى صناع القرار السياسي وإلى من يهمهم الأمر. صلاحية المجلس الدستوري حنا كنعرفوها بأنها محدودة، لأن له حق في مراقبة دستورية القوانين، وكذلك لا يجوز للمجلس الدستوري أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن ما هو محصور له قانونا. وبالطبع معنا الأستاذ الصغيري ليؤكد ذلك، إلى جانب النظر في أهلية الترشيح فقط، القوانين وأهلية الترشيح والشروط القانونية اللي واجب توفرها، بمعنى التزوير والتدليس والتلاعب بالقوانين ليس من حقه أن يتدخل، لأنه هادو بعدا هاد إلا كنهضروا على التزوير والتدليس راه القانون بالطبع يؤدي إلى عقوبات، ولكن المجلس الدستوري بالطبع ماشي هذه صلاحيته. تركيبة المجلس الدستوري هي تركيبة سياسية لأنه يمثل الأحزاب وليس قضائية، لهذا نتساءل اليوم أن المجلس الدستوري صدر أحكاما بإلغاء مقعدين، واللي جميل في هذه القضية أنه ليس لأول مرة المجلس الدستوري يلغي مقعد بمجلس المستشارين. المجلس الدستوري يلغي مقاعد بمجلس المستشارين ماشي لأول مرة، واللي جميل في الأشياء أنه لنفس النقابة، لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، سنة 1993 تم إلغاء انتخاب المرحوم محمد عبد الرزاق في انتخابات 17 شتنبر 1993، وصدر قرار المجلس الدستوري 27 مارس 95، أي بعد سنتين عاد صدر القرار. لاحظوا هذه القضية كذلك فيها شوية ديال التساؤلات. وفي سنة 2009 قدمنا كمنظمة ديمقراطية للشغل في اقتراع 2 أكتوبر 2009 طعن لدى المجلس الدستوري، وتم إلغاء المقعدين ديال جوج ديال الإخوان اللي تم الإلغاء، كانوا كيتقاضوا الأجرة ديالهم من المؤسسات، وفي نفس الوقت تعويض. هذا كيطرح إشكالية، واش نطالب بإرجاع الأموال الخزينة ديال مجلس المستشارين أو خزينة الدولة؟ لأنه وكذلك بالنسبة للمسألة الثانية وهي مهمة جدا، نحن أمام إشكالية كبيرة ديال التزوير. أنا قلت لكم التزوير دابا لأن المجلس الدستوري ما عندوش هذه الصلاحيات يتابعهم قانونا، لأن زوروا وثائق، هو بناء على الوثائق كيلغي فقط، ولكن واحد اللي زور وثائق وتدليس وكذا راه يعاقب عليها القانون. وساترك الكلمه في الموضوع لتوضيحها بالنسبه للسي الاستاذ ديالنا المحامي ديالنا في الموضوع. دونك هذا بشكل عام اخواني اخواتي، وساعطي الكلمه بالطبع جمال خابولي الاستاذ اللي هو كان مرشح باسم المنظمه وفقد مقعده بسبب التزوير والتدليس، ومن بعد الاخ سي محمد النحيلي اللي واكب العمليه، والختاما سنعطي الكلمه لاستاذنا العزيز احمد الصغيري لتوضح بعض الاشكاليات القانونيه. لان كما قلت اولا المجلس الدستوري ليس مكون من قضاه، راه ممثلي الاحزاب، القرارات اللي كتصدر عليه كتختلف من قرار القرار، لانه قلت لكم اللي تم الغاء المقعد ديالهم في سنه 2009 تعوضوا من نفس اللائحه، الان يطالب باجراء الانتخابات. بمعنى اشنو القانون اللي كيسمح؟ ان نحن لا نطعن بالطبع، لا نقوم بالطعن في قرار المجلس الدستوري، لان هذا هذه سلطه قضائيه دستوريه قراراتها محترمه، لكن في التحليل ديالنا في مناقشه القوانين من حقنا، وخاصه عندما يتعلق الامر بالخبراء في القانون.